شباب وشابات المغرب، نحن مقبلين على الاستحقاقات الانتخابية يوم 8 غشت، وحنا كنتسائلوا على هذه العملية. العملية الانتخابية مرحلة أساسية اللي نختاروا فيها بعناية اللي مثلنا ويترافع على الحقوق والمشاكل ديالنا. حنا كشباب خصنا بزاف ديال الحلول للمشاكل ديالنا، خصنا فضاءات رياضية، مراكز ثقافية وبزاف ديال الحوايج. ولكن كيفاش؟ هنا فين خصنا نختاروا الشخص المناسب اللي مثلنا. شباب وشابات نشاركوا جميع في العملية الانتخابية، حيث هذه هي الفرصة باش نوصلوا الصوت ديالنا وباش نساهموا في التنمية.